ستي هوميز، رجعنا لكم فيديو جديد. اليوم راح نتكلم عن فوكو وايرلس لاب. ميزة الوايرلس ان اقدر احط الكاميرا اي مكان واتحرك والصوت راح يكون موجود. انا الحين قاعد ذهب حق فوتوشوت وبيني وبين الكاميرا 6 امتار، فنفس ما تشوفون الصوت قاعد يطلع. خلنا نتكلم شوي شنو داخل البوكس. داخل البوكس راح نلاقي USB-C، واير توصل ريسيفر على التليفون، واير ثاني توصل على كانون ونيكون، والواير اللي قاعد استخدمه الحين توصل على فوجي باناسونيك وسوني. فعندك واير حق كل جهاز تحتاجه، لان كل جهاز فيه امبيدنس يختلف، فهم مذهبين الوايرات حق الامبيدنس اللي تحتاجه الكاميرا او التليفون. طبعا يجي ويا لافلير، بس غير اللافلير نقدر نفصله، وهني في مايكروفون. فاذا ما نبي نحط واير وبس بنتمشى نخليه كذي نقدر. استديو عندي لويا بس المايك شغال، والحين قاعد نسمع الصوت بدون اي صدى، لان هذه الغرفه معالجه حق الصوت، فالحين قاعد تسمعون صوت المايك صح. خلينا نطلع برا ونسمع شلون الصوت برا. الحين احنا برا الهواء الطلق، في دادكات مركبه علشان ما نسمع الصوت مال الهواء يخرب علينا النت. ميزة فوكو وايرلس لاب اثنيناتهم صغار، في دقمة تسوي بيرنج، ينشحن USB-C. هذه يمكن من أهم شغلة إنه ينشحن USB-C، لأنه خلصت علي البطارية، عندي باور بانك أقدر أشحن كل شيء على USB-C. الحين قاعد بالاستديو قاعد نجرب المايك، شكلي راح أعتمده حق فلوجينج ستوريز، إنه وايد صغير وأقدر أخذه وياي كل مكان. فوكو وايرلس لاب متوفر عند أفرع AAB، وهو منتج من شركة نكسلي. أتمنى المحتوى نال إعجابكم، ولا تنسون تسوون لايك وتنشرون الفيديو، ويعطيكم ألف عافية على المتابعة.